حماتي انا لازم اتطلق من ابنك عادل ده. طلقي اختي ولا يهمك، بكره اجوزك سيد سيدو. عندك حق، يا ريت تطلق منه وتتجوز سيد سيدو، يا تستحق. اخويا واطي وانا عارفه عادل ابني احسن واحد في الدنيا. اه طبعا، هو مين يشهد للقرد؟ ما القرد في عينه غزال. والقرد بيتجوز نسناسه. انا نسناسه حماتي؟ وعادل ابني قرد، يبقى انت نسناسه برضه. هتنسنسيني ماما؟ نعم ماما. نعم عادل قرد. سناء سناء، لمي نفسك يا سناء وخدي بالك وما تتدخليش في حياتي الزوجيه. انا ما اتدخلتش يا حبيبتي، انا لقيت الباب مفتوح على مصراعي. ليه